في قلب باريس على الضفة اليسرى لنهر السين وبالقرب من متحف اللوفر، نرى متحف أورسي، والذي تم افتتاحه في 9 ديسمبر 1986 ليقدم مجموعة أعمال فنية رائعة. ونبدأ هذه الرحلة من متحف أورسي بتقديم نظرة تاريخية بسيطة على هذا المبنى. بدأ كل شيء في عام 1810 عندما قرر نابليون الأول إنشاء وزارة الخارجية، ثم أصبح القصر فيما بعد ديوان المحاسبة ومجلس الدولة. تم توسيعه في عام 1838 في عهد لويس فيليب، وفي 24 مايو 1871 دمر المبنى في حريق هائل، وكانت كلفة ترميمه هائلة. في عام 1880 تم تكليف أوغست رودين بنحت أبواب الجحيم The Gates of Hell، التي تمثل الجزء الأول من الكوميديا الإلهية لدانتي، وخلقت هذه الأعمال ضجة كبيرة عند الافتتاح، ويعد نموذج الجبس الأصلي حالياً جزءاً من التحف الفنية للمتحف. لمجموعة المنحوتات في متحف أورسي المكانة البارزة مقارنة بالمؤسسات الفنية الأخرى. وفي الواقع تحظى المنحوتات أو فن النحت في معظم المتاحف باهتمام أقل بكثير من الأعمال الأخرى، ولكن هنا في أورسي تقدم الأعمال المعروضة نظرة عامة قيمة على فن النحت من عام 1845 إلى عام 1880. كان القرن 19 فترة تمثل اهتماماً كبيراً بالنحت. تم استخدام التماثيل التي أمرت بها الإمبراطورية الثانية والجمهورية الثالثة كأدوات للقوة، وتم إنتاجها في كل مناسبة لأغراض مختلفة، مثل تعزيز بعض الشخصيات البارزة وإحياء ذكرى الأحداث الهامة وإملاء القيم والتعليم والتواصل. وبالتالي سرعان ما بدأ الفنانون في التخلي عن الشرائع الأكاديمية الصارمة لاتباع مسارات جديدة، ولم يعد النحت محصوراً في ساحات المدينة والواجهات والجدران وغرف الاستقبال الرسمية والمعالم التذكارية. وهذا ما توضحه مجموعة أورسي التي تحتوي على ما يقارب 2000 منحوتة بأشكال وخامات مختلفة، منحوتات مستديرة، ميداليات أو أعمال من الرخام أو الجبس أو الطين أو الخزف الحجري أو الشمع، ومن مدارس فنية مختلفة. هنا سأستعرض لكم بعض هذه الأعمال، ونبدأ بعمل ألكسندر فاليغوير، والذي يمثل شاب صغير رشقه الوثنيون حتى الموت لأنه مؤمن. هنا يمثل قصة دينية بمجسم استعان فيه بصورة لعارض حتى يجسد الصبي بكل هذه الواقعية. الشاعرة سافو، عمل لجيمس براديه، ويظهر جيمس براديه الشاعرة اليونانية سافو في حالة مزاجية معكرة، ويداها متشابكتان حول ركبتيها، ورأسها يميل مصوبة نظرها للفراغ، وقد تخلصت من قيثارتها، مجسم ينبض بالحياة. وقد اختار الفنان هنا موضوعاً من العصور القديمة، وعبر عن حدث رومانسي، فالشاعرة سافو تقول الروايات أنه تم رفضها من قبل عشيقها، ويبدو أنها تفكر هنا في الانتحار. هذا الحزن والاستغراق في التفكير هو ما أظهره براديه من خلال هذا التمثال. غالباً ما ألهمت كتابات ويليام شكسبير الفنانين من الجيل الرومانسي، كما يظهر لنا من هذا التمثال المعنون بأوفيليا للفنان أوغست بيريوليت. أوفيليا غرقت بعد أن كسر قلبها على يد هاملت، وموتها المأساوي سمح للنحات بالتعبير بطريقة حسية إلى حد ما، وتكشف هذه اللوحة الجنائزية لأوغست بيريوليت
عن مهارته الاستثنائية كما هو موضح من خلال تجسيده لجسد هامد والحجاب الذي يكسوه متحركا بلطف مع تدفق النهر. مجسم لرأس الشاعر الألماني يوهان غوتا. ديفيد دينجرز نحات رومانسي بامتياز، أنتج العديد من تماثيل معاصريه والتي تشكل الآن مجموعة مذهلة من الرجال العظماء. في عام 1829 سافر إلى فايمار للقاء الشاعر الألماني غوتا، وبعد ذلك قام بتصميم هذه القطعة الرائعة والفريدة من نوعها. نلاحظ فيها الشعر الكثيف، الفم الحازم القوي، والحاجب ذو التجاعيد العالية. يصور لنا هنا شخصية الرجل، ويمكن لنا عند رؤية هذا التمثال أن نشعر بكل الأفكار التي تعصف برأس الشاعر غوتا في هذه الحالة. أما فرانسوا رود فقد أبدع لنا هذا التمثال والذي يدعى الروح الوطنية. هذه القطعة عبارة عن قالب من عام 1898 تمثل الروح الوطنية التي لا تمحى، والتي أنتجها فرانسوا رود في عام 1836 لقوس النصر. نلاحظ في هذا المجسم الفم المفتوح والذي يمثل به النداء وحشد الناس للقتال وتعزيز القوات، فهنا نراه يمثل هذا التوتر الدراماتيكي. نرى السمات التعبيرية التي جسدها بدقة عالية. وهنا نرى هذه المرأة التي لدغتها الأفعى، فهذا التمثال خلق ضجة كبيرة في صالون 1847، وتم صنعه من جسد أبولين ملهمة بودلير. وفي الواقع عندما نرى هذا المجسم نجد أنه من الصعب أن نقرر ما إذا كانت لدغة الأفعى مؤلمة أو ممتعة. أما هذا المجسم الراقص للفنان جان بابتيست، فعلى الرغم من أن هذه الرقصة تبدو بريئة، إلا أنها قد تسببت في فضيحة عندما تم الكشف عنها في عام 1869. فقد صدم العديد من الزوار بهذه الرقصات، حتى أن أحدهم ألقى زجاجة من الحبر الأسود على هذا المجسم الذي أعده مجسما فاضحا. فمن الواضح أن هؤلاء النقاد كانوا غافلين عن عبقرية جان بابتيست وفنه البارز في إظهار الحركة ونهجه المبتكر في النماذج الباروكية. إلى هنا أصل إلى نهاية هذه الحلقة، وفي الحلقات القادمة بإذن الله سنستعرض مجموعة أخرى من التماثيل والمجسمات المعروضة في متحف أورسي. إلى حلقة قادمة وفي أمان الله.